انتي ما مش متجوزة، مش مرتبطة، مش مخطوبة. الأهل بقى، يعني عايزة أسأل عن الأهل، طيب رأيهم إيه؟ قبل ما ارد عليكي في موضوع الاهل، بس انا عندي تعليق صغير على كلامك، يعني مش عارفه اعديه كله جاي صراحه. عليا والله، اتفضلي انت الراجل تحتاني. الوحيد بقى مش عارفه والله ما انت معديه. تحت امرك. انت قلت حاجه مهمه قوي، الا وهي انه البنات بتنجح وبتشتغل وبتحقق ذاتها وبرضه عايز تتجوز. اولا انا راضي عن النقطه دي حاجتين. اول حاجه، مش عيب خالص ان انا ابقى عايزه اتجوز، وان يبقى خالص ربنا دي غريزه، لان البنت غير الراجل، البنت عندها غريزه اسمها غريزه الامومه، ربنا خلقها فينا، فمش عيب ان انا في يوم من الايام ابقى عايزه. عمر الستر ما كان عيب على فكره، بالظبط، ده ولا حاجه على الجواز فكره بقى عيب، تزيد ولا حاجه طبعا تعبني للمراه طبعا. ان انا اقول انا عايزه اتجوز، او اطلع اقول لا انا مش عايزه اتجوز، دي حريه شخصيه ليا. ومش عيب ان انا مهما بقيت وزيره، سفيره، وصلت لاعلى نجمه، ايا كان بقيت ايه، ان انا اقول ان انا مش ان انا عايزه اتجوز. برافو دي عليكي، اول حاجه. برافو عليكي. تاني حاجه، برضو ما هوش عيب ان انا اطلع اقول انا مش عايزه اتجوز واحقق ذاتي، لا، من حق ان انا احقق ذاتي، لان في رجاله كتير بتتجوز بنات واول حاجه هما بتعملها الاثنين بيكملوا انها بعض، احقق ذاتي واتجوز واتجوز واحد هو إيه كمان يكمل ان معايا انا المسيره في اذاكر وانجح واتخرج واشتغل شغلانه حلوه وانجح في شغلي، او يبقى عندي كارير بتاعي، ويوم ما ربنا يكرمني يكرمني براجل بدل ما انا اللي دايما واقفه جنبه بقى ورا كل يبقى رجل هو عظيم، سندها وظهرها، هو الدعم ليها، يبقى انا ورا كل قوي. ست عظيمه راجل. طيب دي نقطه. حاجه كمان، ارد على سؤالك بتاع الاهل، الاهل بسرعه. طبعا بتختلف في اهل، انا وانا من هنا بقول يعني انا مثلا اهلي، لا انا اهلي عمرهم ما ضغطوا عليا في موضوع الجواز، اي اهل في الدنيا نفسهم بنتهم تتجوز، بس خلاص انت وصلتي لمرحله دلوقتي عمريه ان انت او في الحياه والمجتمع اللي احنا عايشين فيه ما بقاش الجواز هو الهدف الاول لاي اب يبقى وام، عايزين ان نقول ان الاهل البنت. كمان يا جماعه لا. عليهم دور مهم جدا في موضوع ان البنات مش عايزه تتجوز، فالاهل يقعدوا يصمموا. انا عايزه اقول حاجه صغيره اتفضلي. عشان عايزه اسمع اراء طارق. انا عايزه اقول لك حاجه صغيره، او اقول للناس حاجه صغيره، مفيش حاجه اسمها هنفرح بيكي امتى. انت ممكن تفرح بيا وانا سنجل، ممكن تفرح بيا وانا ناجحه في شغلي، ناجحه في حياتي، محبوبه من الناس، اهلي مش لازم يفرحوا بيا، ممكن يفرحوا بيا الفرحه ليها اشكال مختلفه فعلا.